ليس العيد الذي نعرفه. الضحكة مسروقة من الوجوه، وكأنه كتب على العراقيين أن يبقوا في المنطقة الرمادية حيث فرضت عليهم أجواء أخرى طغت على فرحتهم بالعيد. ويشير كثير من التجار إلى الضعف الكبير في حركة الأسواق في العيد الحالي بعكس ما كانت تشهده البلاد في الماضي. حقيقة اليوم الأوضاع في العراق حقيقة تغيرت كثيرا بسبب الوضع الاقتصادي، بسبب احتياج الناس، بسبب عدد الفقراء. لذلك أنا أعتقد الناس سابقا كانت تتمتع بأريحية عندما يأتي العيد. أثرنا هواي على سعر صرف الدولار من قبل، يعني هسه الدولار صعد، حتى العالم ما قامت تجي هالقد على المولات، يعني هالقد ما تتسوق. بالنسبة للعائلات العراقية، تقول كثيرات من ربات البيوت إنهن يلجأن للاقتصاد بالمصروف واختصار تقاليد العيد، ويحددن مسبقا ما يردن شراءه وسط ارتفاع كبير بأسعار المنتجات وغياب أي ضوابط لحماية المستهلك. نسوي كليتشة العيد مع أمهاتنا، ولو هذا الشيء بدأ شوية شوية يقل، يعني الناس بدأت تلتجئ تختصر هاي الأمور كلها. الشراء يختلف عن قبل، خاصة وراء ما صعد الدولار، يعني هواية يعني تختلف. العالم قبل كانت محنة أكثر، الناس تدخل على ناس أكثر، هسه كلها انقطعت، كل من يقول يا روحي هسه. هذه الأزمة الاقتصادية أثرت على فرحة العيد الذي كان فرصة عند العراقيين للاجتماع ليضيعوا معها البسمة التي كانت عنوانا لهذا العيد، لكن لا شيء في العراق بقي كما كان.